بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية طيبة. أما بعد أصدقائي، الدنيا مقلوبة، منصات التواصل الاجتماعي كلها واقفة على رجل واحدة. ليش؟ قال لك وكالة ناسا اكتشفت موقع الجنة في الفضاء البعيد وصورتها ونشرت صورة حقيقية للجنة. وقد تعتقد انت هنا انه الموضوع بسيط او حاجة هايفة، ولكن الحقيقة الليلة هنا كبيرة جدا، وتكشف لك حقائق مهولة عن هذا العالم. عشان يعني تفهم القصة يبقى لازم احكي لك، فلا تنسى الصلاة على النبي في التعليقات. كتب الله اجري واجركم احبائي، واعملونا لايك الان، ارفعونا ريت الحلقة، ونبدأ على بركة الله وتعالى احكي لك. اهلا وسهلا بكم مرة اخرى اصدقائي. بدأت القصة كلها بحساب على منصة الفيديوهات القصيرة، نشر فيه هذه الصورة، والخبر نصوا انه وكالة ناسا عبر او من خلال التلسكوب هابل وجدت او اكتشفت موقع الجنة الحقيقي في الفضاء الخارجي في الكون الواسع هذا، وقامت بتصوير الجنة، وهذه هي الصورة للجنة، وتظهر القصور والابراج العالية والابراج الذهبية اللي طالعة من هذه الجنة. اعتقد انتو شايفين الصورة. وسبحان الله يا مؤمن، الخبر انتشر في النار كالهشيم. الفيديو هذا خلال اقل من 24 ساعة جاب اكثر من 10 مليون مشاهدة، وقرابة 350 الف لايك، واكثر من 51 الف اعادة نشر ومشاركة. 51 ألف إعادة نشر ومشاركة، كان كل دقيقة 5 دقائق بيعاد نشره آلاف المرات، فاجتاح العالم كالنار في الهشيم، والكل بيتكلم هل هذا الخبر حقيقي ولا لا. طبعا أنتم مش محتاجين أقول لكم أنه هذا كله كلام فاضي. طبعا وكالة ناسا طلعت وقالت هذا كذب، وهذه الصورة معدلة، ونشرت الصورة الحقيقية هي لمزيج ألوان بين يعني داخل مجرة، في ناس أخذتها ولعبت بهذه الصورة، مصممين، ذكاء صناعي، شيء من هذا القبيل، وأعادوا نشر هذه الصورة ونزلوها. طيب أنت لو دخلت في محرك البحث العكسي وعملت إعادة بحث على أصول هذه الصورة، تكتشف أنها نشرت يوم 10 سبتمبر من العام 2009، قبل 15 سنة تقريبا. وين؟ في مجلة الويكلي وورد نيوز، أي أخبار العالم الأسبوعية. هذه المجلة نشرت الخبر هذا في العام 2009. المجلة هذه هي أصلا مجلة ساخرة، مجلة فكاهية تقوم بنشر أخبار ساخرة فقط من باب الدعابة. ولما نشرت الصورة هذه في العام 2009 هي كانت تسخر من الأديان ومن فكرة الجنة وهذه الليلة كلها، ففجأة في ناس أخذوها ونشروها. الخطير في القصة هذه هو يثبت لك جهل الناس. معقول في 350 ألف هذولا كلهم يعني صدقوا الموضوع هذا؟ حتى لو دخلت تقرأ التعليقات، أنا يعني حوالي 7-8 ألف تعليق أنا قعدت أقلب في كثير منها، الكل مصدق، الكل بيقول لك لا إله إلا الله وسبحان الله ويا رب وعدنا الجنة، ولا هذه مش الجنة، هذه إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبدأ الكل يفسر لهذه الدرجة، الجهل عم هذا الجيل يعني بهذه الدرجة. يعني على كده إذا هذه الجنة آيلون ماسك ممكن يطلع صاروخ يروح هناك يخبط الباب ويدخل يعيش هناك، لما احنا نلحق إن شاء الله بالسلامة. لهذه الدرجة وصل الجهل فينا والاستخفاف بعقول الناس، علما أنه هذه مش أول مرة. تعرفين زمان كان قال لك ناسا اكتشفت النار، اكتشفت الجهنم، الجحيم وين؟ تحت الأرض ومش عارف إيش، وفي حفرة كانوا بيحفروها في سيبيريا الروس، وبعدين سمعوا صوت الناس بتعذبوا تحت، مع أنها كانت هي صوت أصوات الحمم البركانية والفرق الضغط اللي تحته بين الطبقات وبيخرج عبر الفتحات الضيقة، فقد يكون الموضوع كله أصلاً كذب، في كذب أصلاً، الصوت مركب ومصنع وملعوب فيه. فقال لك يعني ناسا اكتشفت الجنة النار تحت الأرض، مع أنه إيش علاقة ناسا بأعمال جيولوجية تحت الأرض؟ وكانوا بيحفروا أعمق حفرة الروسيين نفسهم أو السوفيت. الآن طلعوا لك بأنه ناسا اكتشفت الجنة. فأحبائي الموضوع هذا كله عبط وكله استهبال وكله كذب، وواضح انه الناس جهة طبيعي. يعني انت ايش تتوقع؟ ايش تتوقع في عالم انت تشغل اي قناة فيه تلاقيه كله بس برامج رقص، برامج اغاني، برامج مواهب، برامج سيركات، برامج يعني عبط، فنانين، مغنيين، قنوات لا فيها برامج دينية ولا فيها برامج علمية ولا برامج ثقافية ولا برامج عن المخترعين. وروني برنامج عربي واحد يجيب لك عن المخترعين.
يجيب لك أشهر مسابقة بين أفضل الكتاب، بين أفضل الروائيين، بين أفضل الناس يعني اللي ابتكروا حاجة، بين أفضل الرحالة في العالم الآن، ما فيش. وأعتقد أن الكل لازم يشارك في هذا الوعي. إذا صادفته هذا النوع من الفيديوهات، وضحوا للناس أنه هذا الموضوع برمته عبارة عن كذبة. أراكم لاحقاً.